محمد الخامس والسادس والسابعة مزيان في الثنية في الثنية. دونك الخمسة وعشرين دقيقة على راديو ماد ترانكيلا الثمانية متاع الليل في ساعتنا الأولى الأخبار المريقلة وموش مريقلة فيك توت ليكيب. ونفكركم شنو تنجموا تربحوا معنا في ساعتنا الثانية. عندكم 100 دينار كاش للربح في الزلقة فلقة 72 328 500. وفي ساعتنا الثالثة على نفس النمر هذا تربحوا معنا إيبرجمون ويكاند بور كوبل أوفير باغ أوتيل لا بلاي حمامات سود في جيلبالك. خمسة أسئلة في الثقافة العامة أبار المعلومات تربحوها عندكم كادو مزيان برشا. سينو لمريقل توت سويت مريقل مريقل أمين. نقعدوا في الموجات الإيجابية في المريقل في مريقل. أنا اليوم بويسكو ثلاثة اليوم اليوم ثلاثة اليوم تشامبيونز ليج اليوم الروتور تاع الدور الربع النهائي دفعة الأولى اليوم زوز ماتشوات مع ثمانية غير بعض بطبيعة فما ماتش زوز ماتشوات مهمة لكن المباراة اللي باش تتفرج فيها ممكن نعبر أكثر هي مانشستر سيتي ليفربول اليوم لا غدوة يوفي ريال اليوم مانشستر سيتي ليفربول نعرف ولا ليه في الانفيلد ليفربول كانت ربحت 3-0 اليوم الناس كل تستنى في ريمونتادا ممكن لمانشستر سيتي تصير ما تصيرش ممكن لأنه كل شيء جيز صرتو مع الانجليز مع الانجليز كل شيء ممكن على ذيك مباراة للفرجة. وشوفنا في ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كيفاش السيتي الميتون لول كانت نجم تربح 4-5 بالمرتاح ماركات كان زوز بونت وبركة لكن في الاخر خسرت 3-2 دوزيام ميتون مانشستر يونايتد رجعت وربحت 3-2 مش وريك الانجليز كل شيء ممكن معاهم سينو في الاولمبيك وفي كل روم كل شيء ممكن هو حتى نحن نجم نربحه شكون في الكوب دمو ان شاء الله علاش ليه علاش ليه سينو في الاولمبيكو روما برشلونه اليوم بون لا لي 4-1 للبرسا صعيبه شوي ما قادمه ماتش كبير يبقى ماتش كبير ويبقى كل شيء جاهز في كره القدم لكن صعيبه شوي صحيح. روما برسا نتصور برسا في البرسا لا ثلاثه بلاش تترشح مع خاطر ماركيت بونتو في الكامب نو دونك كل شيء جاهز ممكن كان تصير ممكن هو اليوم التيتر اللي يتسمى على الماتشات هذوما زوز معجزات كرويه زي ما يصيروا روما زي ما تربح البارسا 3 ومانشستر سيتي زي ما تربح ليفربول 4 على ذيك الشارم نتاع ماتشات اليوم فما تحدي كبير برشا سورتو في مباراه مانشستر سيتي ليفربول مباراه غوارديولا اللي يبحث عن الشامبيونز ليج بعد ما كان غادر البارسا ما كان حتى الشامبيونز ليج زعما تصير الريمونتادا اليوم وكان صارت نتصور السيتي باش يكون هو البطل فوالا دونك زوج ماتشات افوا 8 غير بون تاع غوارديولا تفرج من بعد بعد قال لي محلاه زيدان كنت قلت يا غوارديولا ريت ما سموش مصدق على زيدان على زيدان بنت قتلها زيدان قالت لي ليه ليه لونترونور زيدان مهم عالمي الا فرجه مع مروه باش مروه اليوم غدوه مروه تتفرج أه؟ وين قريب هوني في الحومه قريب تنقول لك وين مدام في باي قريب بس تفرج معايا داكوغ انا وياك امي فوالا دونك ما ونشو عندك سيزونا برشا تليفونات عندي مره مش تتفرج اليوم فوالا دونك اليوم مريقله مين في السبور مروه مريقله ولا لا مريقله مش مريقله باش نقول لكم معليش بعد ذاك الاخبار نتاع نفاذ مخزون حبوب منع الحمل في تونس اللي برشا عباد نبروا عليه وبرشا وسائل اعلام وفاه الله يرحمه لا مش وفاة مش نفاذ معناتها هو فما نقص في فما مخبر ألماني تسكر. قال ما عادش باش نعطي على خاطر نسيلكم برشا فلوس اسمه نفاذ ما عادش عنا حبوب منع حمل في تونس توا نتعداو المرحلة أخرى هي نفاذ مخزون الآلة الرحمية ستيريلي اللي راكبوها معناتها باش نبعدوا بين فترات الحمل عند المرأة تحمل يعتبر دواء هذاك من الأدوية نتاع منع الحمل أكيد أي وسيلة من وسائل منع الحمل دونك قريت الخبر هذا والعباد الكل كالعادة نبروا في الصباح قعدت نعمل في شوية ريشيرش نلقى اللي الدكتورة فاطمة تميمي أوضحت الحكاية هذه اللي هي طبيبة في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قالت اللي صحيح عنا اضطرابات من ثلاثية الثالثة متاع 2017 في ستيريلي في الآلة الرحمية علاش وضحت اللي هو جاو آلات رحمية لكن طلعوا ما همش مطابقين المواصفات دونك ما نجموش بيعهم في الأسواق لكن تبينت عندنا بينت المسؤولة بالديوان اللي هو تم اقتناء الآلات وآلات أخرين واللي حاليا موجودة في الديوان بالمطار تونس قرطاج موجودين آلات هذوما واللي جوست باش يتعداو على المخبر الوطني للتاكد ياسر لازم يتعداو على المخبر الوطني باش يتاكدوا من استجابتها المواصفات الجوده والسلامه
حكايات كيما كيف في الديوان ما يتعداش ساعات حكايات راهي نتاع حياه او موت صحيح لازمها تكون موجوده في تونس معناها لا الديوان لازمها تعمل اجراءات لا يلزم هي ليه يعني ما نسرعوش في الاجراءات علاش هكا الاجراءات الروتينيه نتاع تشد ثلاثه اربع ايام ما نعرفوش شنو الاجراءات اللي علاش علاه قلت لك فما معناتها فما ماهوش مطبقين اضطراب في الـ في الـ في الـ في الالات هذيا الالات الرحميه من الثلاثيه الثالثه من سنه 2017 معناها شوف احنا وين وصلنا توا احنا نورمالمون بلاد واعيه ما تنجمش تقعد حتى شهر بلاش الوسائل منع الحمل احنا عندنا اضطراب في مخزون الحبوب واضطراب في مخزون الاستغيله الالات الرحميه معناتها اللي هما جينيرالمون هذوما الحاجات اللي نستعملوهم باش نحدوا النسل في تونس معناش حاجات اخرين وزاره الاسره حاجات اخرين شنو الكوب اللي تعاركوا المده هذه يكثر خيرك وزاره في الصاله يكثر خيرك وحتى ياتي بها خلف ذلك وزاره الاسره والعمران البشري وانا مليان صغير ديما نشوفه كليب معناها العمران البشري معناتها العمران ما تتكي العمران العمران الاعلم تاع النمو الديموغرافي صحيح جوستوم وزارتنا ياسر معقدين اي معقدين برشا وزاره الاسره محلاه من الصغر هذيك العمران البشري في التربيه تربي وتربيه وزاره الصيد البحري والفلاحه والامنيات امير خلينا نقول لكم اخبار تقولوا انتم مريقل مش مريقل اول مره في تونس المؤذنين قاعدين يعملوا شنو خلي امير يقول ما يزالش قبل كي نقولها العجب نتاعي بيدها وحابه تقولها ولا لا سمعتش ولا سمعتك لا لا ولا ما سمعتكش انت قلت لي لا خليه انا كنا في الاوف نحكي نسمع من عند امير نعملوا فوت هو بيناتنا حاب نسمع من عند امير من بعد خاطر شي نبر عليهم برشا ما كنتش باش نبر خليهم بالحق شوف حاجه انا مريقل تنحكيوا بعد الديتاي انا طول الديتاي خاطر قلت لي العجب نتاعي مريقل على الاخر المؤذنين نتاعنا عندهم فورماسيون في معهد نتاع موسيقى دونك شهد معهد الموسيقى معهد الموسيقى ولاول مره تدريبات نتاع الصوت عشرات المؤذنين يدخلوا يعملوا تدريبات هذوما وذلك في دورة تدريبية في أداء نداء الصلاة على الطريقة التونسية دونك مهم برشا ساعة ليدونتيتي نتاعنا في الأذان حاجة مهم على الطريقة التونسية يعني في الرشيدية هنا في فورماسيون في الرشيدية بالضبط دونك إذا كان في الرشيدية ساعة لازمك تتهنى صحيح في الرشيدية على خاطر إيش معناها هو أذان تونسي شنو؟ أذان تونسي بطريقة تونسية معناتها الأذان جميلة ومفرحة هكا قالوا في التصريح معناتها بالمقام تونسي حتى الأذان في مقامات مو مقام واحد لا ماهوش مقام واحد الأذان هو مقام واحد ولكن مقام واحد ولكن العوارض نتاع المقام يختلفوا من الشرقي للتونسي نعرف حجاز هو الحجاز ولا مقام الحجاز ولكن العوارض نتاع مقام الحجاز في تونس يختلفوا على مقام عوارض مقام الحجاز العوارض ما نعرفهمش صحيح أنا قلت مش مقام خاطر كي تسمع أذان مصر وأذان تونس وأذان المغرب ماهمش كيف لا لا مقام الحجاز مقام الحجاز هو نفسه نفس المقام أنت كي تسمع نفس الميلودي بريسك معناتها نفس الاحساس اللي تحسه لكن هذاك احساس الخشوع اللي يجيبه والله زاد فما ممكن برشا ممكن يتغش عليه زاد الاصوات جوستومون هو هذا اللي حصل في نوع نتاع فما اصوات راه بالحق تفجع سامحني هذا الاهم من كونه على طريقة التونسية الاهم لكونه الاصوات خاطر مش لعبه راه مؤذن في جامع تتهذب لا مؤذن في جامع ماهيش لعبه خاطر في تونس ظهر لي اللي جيت يعيطوا له يجي اذن ماهيش سهله جوستومون مثلا اغنيه الاطلال مثلا كاتبها نتصور ما عنديش شكون كاتب الأطلال ولكن كاتبها كاتب كبير ولحنها ملحن كبير تقبلهاش انت الأطلال كاتبها الاخر دلاش لا ما نعرفش كاتبها انتو كغنية كبيره برشا ايش اسمه صنباتي لا صنباتي لحن ما يكتبش كتب ولحن نعرفها ركبت له بشي مره تشوف لنا على جوجل شكون كاتب الأطلال لكن الأطلال ما نجموش مثلا نزلة تونسية نقبلوها تغني الأطلال هكا ولا هي بيدها ما تقبلش روح تقول عيب هي ما تقبلش روح دونك هذا كلام ربي مش كاتب عادي انت انسان هذا ربي كاتب الكلام دونك احنا ما نقبلوهش من صوت خايب هي ليه بالطريقة هذي مش حد كلام ربي ما يغنيهش اي واحد وبالطريقة اللي ساعات سياح راهو معناتها ساعات بالحق تلقى سياح ابراهيم ناجي هو اللي كاتب الاطلال مخسي رغب حفيشة تذكروا سامحني امير قصيت عليك ابراهيم ناجي الحين رياض الصنباتي باكونت رياض نعرفه تذكروا
الممثله المصريه شيرين اللي كانت مرت عمرو دياب ما نعرفش وقتها خرجت في ايميسيون وقالت على صوت الاذان قالت قعير قعير معناتها صوت الاذان هذيك انا كونتر معناتها اكيد الطريقه الطريقه لكن هي كي تشوف في كلامها اللي لازم تختار الاصوات اللي باش تتعدى سورتو صوت الاذان جوستمون في الاذان بالضبط دونك ان شاء الله انا البدر هذه عجبتني على الاخر خاطر المؤذن يلزمه يقرا موسيقى مش يمشي يغني عايد هكاك الاذان كلام ربي يلزمه يتقال بصوت حلو وابيل خير راهو معناتها باش تعيط العباد يجيو يصليو معناتها يلزمك تشرههم باش يجيو يصليو وتفيقهم الصباح في الفجر راهو برشا عباد في تونس يحطوا حاجات في ودنهم باش ما يسمعوش حاجه خايبه ساعه العباد يعملوها ولكن ساعات تلقى جامع يخرج في صوت خايب البافوات خايبين والصوت خايب دونك بالحق مهم برشا خلي العباد تزيد تحب الاذان وتحب الصلاه وهذه المريقل لليوم مريقل مريقل بلا دونك هذول ان شاء الله كل مريقلين اليوم شويه